يا هلا ومسهلا بأحلى متابعين، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير، وحشتوني وايد. أدري أني مقصرة، معلش، بس اعذروني، ترى أنا والله عندي أمور لازم أخلصها، ميتينجز ووايد أشياء. يعني أنا مسوي هذا الفيديو عشان أخليكم تكونون بوزيتيف، حتى لو كنتوا مضايقين أو شيء، بس حبيت أفرحكم وأقولكم أنا شو أسوي، أشارككم بالأشياء اللي أنا أسويها، ترى عشان أنا دائما أكون بوزيتيف، ما أخلي شيء أثر علي، وما أكون دائما بالضيقة وسترست، ومو حلو هالشيء، مو حلو الشعور. بي بوزيتيف، خلوا الأشياء السلبية على صوب، فكروا بالأشياء الإيجابية، خلكم إيجابيين دائما دائما، والله ترى راح تساعدكم بطريقة ممكن أنتم ما تتخيلونها. شلون؟ بقول لكم شلون. دائما دائما لا تقعدون بس في البيت، ها، تقولون انا والله ما عندي هدف، انا ما اعرف شنو اسوي في البيت، او ما اعرف شنو اسوي في الحياه، ما ادري لما مثلا اتخرج من المدرسه او اتخرج من الجامعه شنو ممكن اسوي انا. لا، بس خليها على الله. لا لا يا جماعه، ما ينفع كذي، لا تسوون كذي. تدرون ليش انتم قاعدين تسوون كذي؟ حق الناس اللي ممكن تفكر من هالناحية، لأن أنتوا تخلون عقلكم يغلب على قلبكم. المفروض العكس، إن تخلون قلبكم يغلب على عقلكم. أنتوا تتحكمون في قلبكم بالأشياء اللي أنتوا تبونها، بالأشياء اللي أنتوا تحسون إن أنا أقدر أسويها. وأنا متأكدة في ناس أكيد أكيد 100% يقدرون يسوون وايد أشياء. خلي يكون عندكم جدول دائما. مثلا انا اللي اسوي ان عندي دفتري، اكتب مثلا 5 objectives ابي اشتغل عليهم، انزين، مثلا عند ان 1 2 3 4 5، بالكثير 4 أو 5 بالكثير. واللي ما قدرتوا تخلصونه تقدرون تخلصونه ترى الاسبوع الجاي، بس اهم شيء تخلصون مثلا ثلاث، زين كذي. انتو ترى بتساعدون نفسكم، وسمعوها مني، ودايما بحثوا، دايما سووا ريسيرش، عرفوا وايد عن امور في الدنيا قاعدة تصير حاليا، وايد مهم ترى هذا الشيء. وحبيت اخليكم تكونون بوزيتيف دايما، ودايما دايما دايما انا احب اشارككم بالاشياء هذه الحلوة، ولاني انا وايد احبكم، عشان شي سويت هذا الشيء، بس عشان تستفيدون. يعني أحبكم وايد وايد وايد. Love you.